ياسا وأحمد وصلوا منطقة تبوك. ما شاء الله تبارك الله والجو. شوف كيف. قلت لك حتكون أجواء رائعة جدا في تبوك. شوف كيف. وأخيرا وصلنا تبوك. والله تبوك الورد. والله ورد. وبتنضم لهم رهاب وذلك لاستكشاف أحلى الأماكن والقيام بمغامرات مشوقة ما شفتوا مثلها من قبل. بهالحلقة من لفة المملكة في داخل بالجزء الثاني في سجن نبغى تعيش التجربة. معقولة ما في كنوز هنا؟ نبغى نشوف السحب الآدم. أنا بتحدى فيها. الله عليك الله عليك. يلا باقي 5 ثواني. 6 7. منظر طبيعي بديع ما شاء الله. وإن شاء الله أنكم تبون تنبسطون وتأخذون معلومات. مصدومة إن في مناظر زي كده حلوة والجو ما شاء الله حلو. هذا كابتن. Here I can't do it. أقلم مهلك شوي شوي. محافظة تبوك، تبوك الورد.